حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بلغ 12 سنتا ليصل إلى 74 دولارا و80 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت دولارا و5 سنتات. هذا وأغلق خام البصرة الخفيف على ارتفاع أيضا بلغ 12 سنتا ليصل إلى 80 دولارا و55 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 58 سنتا. وأغلق خام برنت على ارتفاع بمقدار دولار و8 سنتات ليصل إلى 85 دولارا و83 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت دولارين و7 سنتات. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع أيضا بمقدار دولار و52 سنتا ليصل إلى 79 دولارا و68 سنتا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 3 دولارات و33 سنتا. أعلن مصرف الرافدين إيقاف عملية إيداع الدينار في منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي اعتبارا من الخامس من الشهر الجاري. وقال المصرف إن إيداع الدينار سيقتصر في الفروع المخصصة في بغداد، مضيفا أنه بعد انتهاء عملية الإيداع فإن على المسافر استلام الدولار حصرا في منفذ المصرف بالمطار. قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تونس لا تزال تواجه مخاطر تمويل كبيرة. وأضافت الوكالة أن تونس بحاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية، إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية، فيما يقول معارضون للحكومة إن هذه الأزمة تثير مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها، كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود. أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي انخفاضا طفيفا في التضخم السنوي إلى 55.18% في شهر شباط. وقال المعهد إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.15% على أساس شهري، بينما كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 55.5% على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.56% على أساس شهري في شباط، بزيادة سنوية وصلت إلى 76.61%. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو عن التراجع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية بأنحاء العالم، لافتة إلى توقعاتها بارتفاع إنتاج القمح خلال العام الحالي. وتراجع مؤشر فاو لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع تطور الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الأساسية بنسبة بلغت 16% عن مستواه في كانون الثاني عام 2023، لتتراجع الأسعار بالإجمال بنسبة 18.7% عن المستوى القياسي الذي سجلته في آذار عام 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهايته الموجز الاقتصادي في أمان الله.